جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يقول: ما المراد بهذا الحديث؟ المراد أنه ليس له عذر، أنه ليس له عذر إذا لم يعمل في هذه المدة أعمالا صالحة. نعم. ولا الله جل وعلا يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الله احتج عليهم بالعمر الذي أعطاهم مهلة يتذكرون فيها، فلم يتذكروا. نعم.